اهلا، السلام عليكم غزاله ديالي. صافا؟ كيف نتوما؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير، مع فيديو جديد ان شاء الله. لقيتوني البنات، يلا عاد دخلت دابا من الخدمه. المهم دخلت نيشان، قلت عرفتي شنو اول حاجه غادي نديرها للبنات باش ما غاديش ننسى؟ غادي نصور لهم داكشي اللي بغاو يشوفوه بيان سور. وعاد غادي نمشي نوجد العشيوه ديالي. المهم انا بناتي راني جريت عليهم من فوق، ولكن راه غادي تسمعوا، تقدروا تسمعوا صداعهم وغادي يهبطوا غيهبطوا، لان قلت لهم غير واحد شويه وهبطوا. المهم حيت كانوا كيتفرجوا هنايا لتحت. المهم من الغزالات ديالي بزاف 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 اللي سولوني على العبايه اللي دايره بحال شكل ديال فراشه اللي فيها الكحل والغوز، وسولتوني على الخضره. وباقيين جوج مازال ما شفتوهمش، دونك غادي نشاركهم معكم باش هكا غادي تشوفوهم ونقول لكم منين خديتهم. ما خديتهمش من فرنسا، ما خديتهمش من شيئين. البنات اللي كيقولوا لي، اللي كيقولوا في لي كومونتير 100% جبتهم معها من الهي، لا ما جبتهمش. والبنات اللي تيقولوا راه خديتهم من شيئين، لا ما خديتهمش من شيئين، خديتهم من باج انستغرام، كاينين حتى في الفيسبوك، وخديتهم يا لالا تقريبا كلهم بنفس الثمن. انا غادي نشاركهم معكم باش تشوفوهم. وداك الساعات واحد الحاجه بعدا البنات، البنات اللي كانوا كيقولوا لي اسماء واش عرفناك درتي البروتينيه، ولكن كيفاش طولتي شعرك؟ الله اعلم، اذا في نظركم البنات الشعر غادي طول ما بين ليله ونهار. قبل حطيت لكم فيديو ديال البروتين مصوبه شعري، ولا غد لي دغيا شعري دغيا طوال ورجعت هنا. هو الصراحه تبارك الله بدا يطول. ها انتما شوف، ها انتما راه بدا كيطوال، ماشي زعما راه عاد راه يهز، شتي راه بدا كيطوال، ولكن ماشي لدرجه ان كاع يوصل لهنايا. واخا ما كاينش شي فرق، كان الفرق غير ديال هكذا. هادوك غير لي زيكستونسيون البنات، الشعر اللي كيتركب غير الكلابسات. وشو سميتو، وانا عندي كلابسات اللي نديرهم دابا ونزولهم دابا ونردهم دابا ونزولهم دابا، يعني غير بهادوك دير بحال شكل ديال مقيبطات. هادوك البنات راه كانوا عندي من شحال هادي، وكنت كنديرهم شحال هادي لا تعقلوا. غير فنقول لكم فاش كنا في الدريوش راني كنت داك الساعه دايرهم، غير شعري كنجمع وكان هكا بحال كنت شوفال ومطلوق من اللور. درتهم فاش مشيت للمازاغون، درتهم في العرس ديال لوسي سوليا. المهم علاش كنت كنديرهم داك الوقيته، وهاد الوقيته ما بقيتش، المهم هادي مده ما بقيتش درتهم، لان من نهار صبغت شعري وغلقته هما كان اللون ديالهم مفتوح، وكنت اجاك فوا كنقول راه غادي نبدلهم اللون ديالهم، حتى اللون ديالهم غادي نغلقو ونرجعو بحال اللون ديال شعري. ولكن عاوتاني في نفس الوقت كنقول لا، انا شعري ديجا راه حمق بوحديتو بحال مولاتو، كيبقى كيتبدل اللون كل مره كنغسلو كيتفتح اللون ديالو. داكشي علاش قلت خليهم حطو حتى النهار اللي تفتح لي شعري بلا ما نصبغهم حتى هما، حيت شعر طبيعي ممكن اني نصبغو نصوبو نبوكليه ندير له اللي بغيت نديرلو. يعني النهار اللي هذا شعري تفتح راني غادي نديرهم، ما حد شعري مغلوق هما محطوطين وبقاو تما هكاك مخبيين، ما كنتش كنديرهم. صافي دابا فاش درت البروشي شعري بحال الا واحد شويه تفتح لي، راه ما بقاش. البنات انتما كيف ما غتشوفوا هنا، شوفوا بعدا لا بريونس، يا سلام. اللون تفتح ما بقاش داك الماغون فونسي، رجع شاطه. وهما اللون ديالهم بحال شعري دابا كيف ما كتشوفوا فوتو كوبي اللون ديالهم. داكشي علاش البارح فاش مشيت جبتهم كنت صغير، كان مشيت لاكاس في الخدمه وداكشي، وجبنا الهضره على لي زيكستونسيون داكشي، وانا نتفكرهم قلت والله حتى نجبدهم، جبتهم صافي طقتهم دغيا بسيشوار وسقتهم. فاش جيت بيهم، هي هذيك درت الفيديو، درت زعما الفيديو بيهم، صافي هادشي ما كاين. وباش انا تعجبوني كنزولهم ونديرهم كيف ما بغيت، يعني ماشي ضروري شي حاجه اللي غتبقى لك في شعرك ولا هذا. صافي هادشي ما كاين. اما اختي شعري طبيعي راه هو هذا، هو شعري الطبيعي هذا كان غير للتوضيح فقط. وشكرا بزاف 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 على كومونتيراتكم الزوينه ولهلي خطيكم، والله يطول في عمركم. غادي ندوز البنات اول ارتيكل اللي كنتو شفتوها وعجبتكم بزاف بزاف بزاف، وهي هذه. هذه البنات كلكم بغيتو تشوفوا شنو معنيتها، وكي واش قميجه واش شنو هي. مهم بزاف اللي كان كيتسائل شنو هي هذه. هذه البنات هانتم، هذه دايره بحال الشكل من الفوق بحال الشكل ديال شي قميجه ولا شي حاجه، النص ديالها في هذا الفجلي والنص ديالها في الكحل. هي جايه البنات شوفوا القصه ديالها، جايه فراشه هانتم، شتيو هي جايه فراشه كامله، ولكن كتلبس كتجي واعر حتى اللوراني ديالها هكا. هي غاده بالصديفات، شتيو هذه هي
اللي كنتو كتسولوني عليها، هذه خديتها من باج انستغرام. نقول لكم السميه، واخا الصراحه ماشي اشهار من حتى شي حاجه، حيت انا ما حاجه اللي كناخذها هكذا ماشي اشهار، حيت كاين اللي صحاب التعليق كيقول لك اه حقا هو اشهارات، خدامه اشهارات وهي ما فيها عيب، نخدم اشهار ما نخدمش اشهار، هذيك المساله كتبقى كتخصني انا، غير اللي كتخصك انتينا هو انني انا ما نجيش نكذب عليك، خصني نجي نقول لك الراي الصريح، كانت الحاجه زوينه نقول لك راه زوينه، كانت خايبه ونقول لك راها خايبه، ولا نقول ولا من هذيك السيده اللي غندير معها اشهار، ولا داك السيد اللي غندير معها اشهار ما نديرش معها اشهار، نقول له لا خويا سلعتك خايبه ما غنديرش الاشهار. المهم هضره اختي كتقلب لي، ما غاديش ندير لك الاشهار، ولا لا ما بقيتش باغا نخدم الاشهار، ما صافي ستوكيه ولا عامره، ولا ما بقيتش كنخدم كاع الاشهار باش ما كتجرحيش الواحد ولا هذا صافي فقط. واقسم لكم بالله العلي العظيم، قسما بالله العلي العظيم، قسما بالله العلي العظيم، ثلاثه المرات الا كتوصل كنتوصل بالحاجه عندي حتى للدار، والله ما تشوفوها. علاش؟ لان ما تساهلش انني ندير لها اشهار، وهما عارفين راسهم. توصلت بواحد المقله اللي واعره زوينه في الشكل ديالها، ولكن ما زويناش هي ككاليتي ديال الشوا وداكشي، ما درت لكمش لها اشهار. توصلت بمنتوجات طبيعيه اللي ما عجبونيش، وما قديتش انني ندير لهم اشهار، ومولاتهم المتتبعه ديالي، وما نقدرش نقدر نقول السميه. توصلت بدي بارفان اللي هما كشكلا ولومبالاج زوينين، وريحتهم فاش ديريها زوينه، ولكن من بعد اون فوا كديريها بواحد 5 دقائق ما كتبقاش هذيك الريحه. علاش اختي نجي نكذب عليكم ونجي ندير لكم نقول لكم هذه الحاجه راه زوينه؟ حيت انا عندي لا الشفافيه والوضوح في اي حاجه. داكشي علاش ما كنبغيش انني نخدم مع اي واحد حتى كنجرب الحاجه وكتعجبني، واصلا كنشرطها من الشروط ديالي الاوائل، هو ان اهم نخدم معاك نتفاهموا على اي حاجه بيان سور، من بعد منين اتوصلني ملي غادي نتوصل بهذيك البرودوي ولا داك الارتيكل غادي نشوفها عجبتني غنقدمها، ما عجبتنيش ما غنقدمهاش، بغيتي نرجع لك حوايجك نرجعهم لك صافي بوين فينال. المهم كيف ما قلت لكم خديتهم فلوس، هذه كانت الثمن ديالها كدير 300 درهم، 299 درهم بالضبط، 299 درهم، عندها 20 درهم ديال التوصيل من عندهم لهنايا، ويعني خلصت عليها 319 درهم. شوف واعره زوينه، وماشي غير انا بوحدي اللي خديتها، تا غيزنا فاش شافتها عجباتها وخدات هي الكحل والخضر، حتى داك الخضر صراحه كيجي مزيون بزاف. صافي هادشي اللي كاين، انا اكيد كل وحده غنخلي لكم المقطع ديالها باش تشوفوها كيفاش حتى هي كتجي من البوزه. هادي البنات ما عمركم ما شفتوني لابساها، واخا الصراحه انا لابساها ومعاوده، اللي حتى هي كتجي بحال هذا الشكل، هذا النص ديالها في الاحمر والنص ديالها في الكحل، هي الشكل ديالها كتجي مخزانيه ما ماشي فراشه، كتجي هكذا مخزانيه، الكتيفات جايين بحال هكذا طايحين، وجايه بحال الشكل ديال كولفي. ها نتوما بحال الشكل ديال كولفي، هو ماشي كولفي، كولفي بحال مقوس. المهم حتى هي التقطعه ديالها زوينه، فصالتها زوينه، كتجي ضغوة حتى لتحت، وفيها هاد العيبه هنايا في هاد الزويقه هادي، بحال شنو بحال وريضه ولا هادو، شتي بحال وريضه كتجي لتحت، اللور سامبل في الاحمر وفي الكحل. هادي حتى هي البنات كنت خديتها، وحتى هادي هادو كاملين البنات التوب ديالهم. هذا شوف اللي وريتكم، هذا جاي بحال داك الساتان اللي شي شويه واقف، هذا جاي تقريبا داير بحال الكريم. هذه البنات حتى هي كان الثمن ديالها كانت كدير 299 درهم، وحتى هي كانت توصل ديالها ب 20 درهم، وحتى هي في المجموع 319 درهم. ها
هادو كاملين كاملين غنوريهم لكم كلهم نفس الثمن، كلهم كلهم عندهم دايرين الثمن ديالهم 299 درهم وتوصيل ب 20 درهم، كلهم جاوني ب 319 درهم. عندهم كنظن هما في كازا، عندهم يا لاله يمكن ما عرفوش كازا ولا المهم ما عرفتش، المهم المدينه ديالهم بالضبط. توصيل غراتوي، ولكن باش يصيفطوا من تما حتى لهنا خارج زعما المدينه ديالهم دايرين التوصيل ب 20 درهم. هذه حتى هي غنخلي لكم البنات هذا ديالها المقطع ديالها كيفاش كتجي من البوزه باش تشوفوا عاوتاني كيفاش تجي كامله. حيت هادو بجوج بهم ما كنتيش شفتوني كاع، هذه باش عمركم شفتوني لابساها وهذيك شفتوني لابساها ولكن غير النص ما كنتوش شفتوها كامله. هاتي راهي كتخبل هضره، خليكم مع المقطع ديال هادي. هادي راكم ديجا شفتوها. بالنسبه السريول ديالها كيجي في الخضر كامل، ها انتوما السريول ديالها كيجي في الخضر وداك الخضر فلاش يا اختي، وجاي من هنايا فيها سوينطه هابطه في الكحل، شفتيو سوينطه هابطه في الكحل حتى لتحت جايه غادي الثوب كله دروا، ها انتوما حتى لتحت الثوب ديالها ديال الكريب وخفيف داك الكريب الخفيف الخفيف الخفيف، كريب كنعرفو 100% فيها لاستيك البنات هنا كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للفوقاني ديالو كيجي بحال الشكل ديال حتى هو هكذا مخزاني هابط، الكتف ديالو ما عندهمش الفصاله هابطين، ها انتوما ما عندهمش كاع القصه من هنا الخياطه دايزه حتى حاجه، الكميمات جايين هكذا كيف ما كتشوفوا مجموعين بلاستيك، حتى هي فيها هذا الثوب في الكحل دايز هكذا بحال الشكل ديال شي سينطه. ومن هنايا كيف ما غادي تشوفوا جايه بحال دونتيل ولا ما نعرف شنو هذا جاي هنايا بحال الشكل ديال الضفيره غورميت كيعيطوا لها غورميت بحال هكاك دايزه من هنايا هكا غاده، و فيها هذا فيها هابطين من هنايا هاد اللعيبات هادو بحال هكا وغاده سامبل شفتو، وفيها افتحه من هنا وافتحه من هنا. خلاص هذه راكم شفتوني كيفاش داك النهار نهار خرجت البنات للكوليج مشيت تقضيت كنت لابساها، حتى هذه نفس الثمن 299 درهم زائد 20 درهم ديال التوصيل، حيت هادو ما خديتهمش كاملين في دقه واحده، داكشي علاش كنقول لكم زائد زائد زائد. نورمالمون كنت خديتهم كاملين في دقه واحده ما غاديش في كل لبسه غادي تزادي داك ال 20 درهم، ما كنتش شاركتهم معكم هادو كاملين توصلت بهم عرفتي فوقاش في الاول ديال رمضان صافي. المهم انا غادي نخلي لكم حتى هي مقطع بالنسبه للبنات اللي ما كانوا يشوفوا داك لا فيديو، غنخلي لكم حتى هي مقطع منها لابساها تشوفوها كيفاش كتجي كامله، وداك الساعات نوريكم اخر لبسه. هادي البنات هادي كتجي كتلبسها هكذا من التحت، ها انتما شوفوا كيفاش دايره جايه سون مونش عاديه ولكن جايه طويله واحد شويه طويله حتى
هانتوما حتى لهنا شتيو يعني هابطه بالنسبه لهنا. شوفوا هذه تجي هكا هابطه كاينه هذه البنات كتشد من هنايا بواحد الصبيفه هذه كتجي من البوسه من التحت هذه اونصومبل واحد اخر. السريول ديالها هو هذا اورانج فلاش يا اختي شوفوا حتى هو جاي بلاستيك حتى هو جاي دغوا حتى هو التوب ديالو فوتوكوبي بحال هذيك الخضراء اللي كتشوفوها كيقول لكم دغوا حتى لتحت مفخفخ ومبرد والتوب سواء ديال الربيع سواء ديال الصيف سواء ديال الخريف لبسيه كيف ما عجبك ما غادي يصادك ما غادي يجيب لك البرد في نفس الوقت الجو ديالو مزيان شتي. وهنايا لالا كاين الفوقاني ديالو اللي جاي بحال هاد الشكل هذا شتي جاي هكذا في لورونج فيه الكميمات من هنايا في الابيض وجاي هكا ضايع على العنيق وهابط حتى لتحت وهذه كتجي هكا طويله كيف ما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف. هادو كاملين اللي وريتهم لكم البنات ممكن انهم يلبسوا يلبسوهم سواء كانوا بنات ماشي محجبات ولا بنات محجبات فريمون كيجيو خاطرين كلهم جايين مستورين كلهم بدون استثناء ديري عليهم غير الفولار ديالك وصافي وكلهم جايين مستورين بدون استثناء. بالنسبه للبنات اللي ما دايرينش الدره عاوتاني في نفس الوقت كتلبسيهم كيجيو كلاس كيجيو زوينين كيجيو انيقين المهم صراحه فني فني. ها نتوما شفتيو لورونج ديالها جاي فلاشي وزويون فيها داخل فيها هذا البيض سواء كان بيض سواء كان كحل غادي يجيها واعر يعني هما اختاروا على البيض جا تقنها كتجي هابطه كيقول لكم حتى لتحت جاي بحال الشكل ديال شي كيمونو. هنا البنات الا بغيتي تخليها لابساها محلوله تقدي انك تلبسيها محلوله بغيتي تشديها بهاد لاسانتور ديالها ممكن انك تزيريها بلاسانتور ديالها تجي هكا مشدوده من التوب ديالها النيت شتيو من التوب ديالها النيت. وحتى هادي واخا 3 بياس نفس الثمن كلهم نفس الثمن غنخليكم اكيد حتى هي مع المقطع ديالها واخا الصراحه هادو كاملين اللي كتشوفوهم غنوريكم بحال هادي هانتوما هانتوما هادي طاي ام ياك هانتوما ام ياكم ما تسدوش هي باش شي مرات راه كنكون انا كنسهر فشي حاجه. هادي واخا ما فيهاش لاطاي حتى هي كانت طاي ام وهادي حيت اختي واخا تشوفوني ضعيفه انا راني لباسه اللي كيشكر راسو اختي يشكر راسي بيان سور. هادي ما فيهاش لاطاي ولكن حتى هي كانت لاطاي ام هادي مزاره شوف ماد ان موروكو مزاره وصافي ما دايرينش ديريش لاطاي ولكن انا متاكده انها كانت طاي ام. هادي نشوفو نشوفها لكم حتى هادي راه كانت طاي ام وما طاي ام وما فيهاش لاطاي. شوفوا ما كانتش الاس انا عاد تفكرت دابا كنت نورمالمون غناخد الاس ما عندهمش الاس فيهم كاملين عندهم من ام حتى 4 اكس ال واقيلا عندهم من ام حتى ل 4 اكس ال انا عاد عقلت ما عندهمش كاع الاس وداكشي فاش ما لقيتش انا الاس خديت كلشي في الام. هادي اللي بغيت نقول لكم هما كلهم راكم شفتوني لابساهم كلهم جاو قدي الا هادي الا هادي الوحيده اللي جاتني واحد شويه كبيره عليا حيت كيبانوا الكتيفات تقريبا بحال هكذا. ها نتوما حتى هاد الكسوه هادي راه عندها الكتيفات ماما خاصها تكون بحال هكذا شتيو داك الكتيفات طايحين واحد شويه وراه بحال هكا هكا جات تقريبا هادي بحال هكاك. المهم انا نخليكم حتى هي مع الميزه ديالها ونرجع معاكم. Thank you.
ملي كنجي عند بنات مزروبه من الزنقه خاصني نوجد شو سميتو الماكله كندخل بحوايجي باش عاد نمشي نبدل ولا شي حاجه. ماما كيش الوقت اريش كتلعبي لا اريش طاح اريش طاح لا اريش كاع ما دير طاح اريش غتلعب تخوتينات وما غاديش دير طاح غتلعب صايبي قوي صافي خليها ما بغاتش. المهم انا البنات غادي ندير لهم السوسيس وندير لهم الخيطه الفران حيت ما فيا لي طلق الصراحه عاد المجمار وهذا هذاك راه طاح له هذا ديالو خصو عاد يتصوب شي فيس كي قلت لكم شي حاجه ديال الزربه اللي غادي توجد ماما دغيا دغيا والله الا كنت غادي نعيط لزينب كل هي اللي دير هذا الشيء غير خفت من الفران وخفت هذا تمشي ما تعرفش تشري ديال الفران وخا نوريها وهذا وعاود قلت ويلا وريتها وعرفها تصوب ونخاف تخليه يتحق زقو بلا عشا احسن حاجه اللي درتيها ولكن عرفتي شنو جيت لقيتهم مسيقين ومقادين معهم حتى واحد ما رجعت هو غير الصالون وبوس الدار انا هي اللي سيت وجمعت له اخوك سميتو ديالي انا وبيتنا عيطات لي قبيله قالت لي ماما قلت لها شنو قالت لي واش غادي تزوج تصبني الطلامط وانا ندير لها شنو درتي في الطلامط شنو درتي في الطلامط يا ما تهرقت عليهم شي حاجه قالت لي لا انا غير سولتك قلت لها علاش كتسوليني مادام انك كتسوليني كاينه شي حاجه ما يمكنش انا راه غير سولتك بغيت نزولهم علاش غتسوليهم قلت لها غنصبنهم ولكن ماشي دابا قالت لي علاش وانا صافي تاكدت بان راه شي حاجه كاينه في الظلام قلت لها شوفي غتقولي لي شنو واقع في الظلام حتى ما بقات عليها وهي تقول لي غير راني بغيت كنخمن وكنصيق وهاتي قصي التريك يا مرو وشو سميتو وبغيت نزولهم لك باش تصبر جات الحداك اختي بقيت ما ندير الجمومي اليوم جمومي بقيت ما ندير بعد يوم ما عندهم لا ليكور لا والو كيرتاحوا صافي و نهار كله هما في الدار ما خرجوش اليوم خرجنا فاش سالينا التسيق وحده الباب انا مرتاحه خروج خروج لا ايوا صافي هي هذيك دابا كيف ما قلت لكم شي حاجه اللي هكا كتجي سهله مثلا ما كتعذبنيش يعني تا الاخر وحده مع هادشي اصلا خصو يتكال هو سخون ايوا هي هذيك خليت بالعاني حتى دير تسعد بيلا عاد نوجد باش يبقى هادشي سخيخن وبلاصه فاش ناكلو ناكلو في بلاصه ماشي برد حتى يقرب عاوتاني الوقيته ديال الماكله عاد نسخنو كيبقاش حتى البنادمين بالنسبه للكفته راكم ما شفتوني ما خلصتها ما والو حيت ديجا راه فيها شرموله وكلشي اختي وعد الكفته ديال فاس يا سلام هادي تجي بنينه درت البنات غير نص كيلو نص كيلو ديال الكفته ونص كيلو ديال الصوصيص هادشي اللي درت شي دابا الكراين كنصور لكم وكندير لكم فواوف ما تسمعوش الحقيقه كيفاش كتكون وهادي اختي الحقيقه شي صداع اللي كيكون عندي في الدار التلفزيون طلق الاريج ايوا يا لالا وصلوا لي ديدات ماما مروه طاحت لا هادي هنا داس ونديرو داكشي في الفران غادي نزيد معاهم البنات حتى البصله ومطيشه مشويين راكم عارفين كيجيو بنانين
شنو بدين تجيبي لي شي زوج بلاص؟ كبارين. نقليكم لي فخيت؟ لا. صايبي لينا ليهم دوك. لا غادي ندير الكفته والصوصيص. كان قبيله فاش عيطت لزين قلت لها تلقي لي الكفته؟ كان قلتي لي لا ماما راه بغينا ليهم برك، ماشي انا نطلق الكفته وعاد. لا ويلي هادو شوفو 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 كبارين. زيدي زيدي ما بقيتيش جيبي بزاف. هاك يا اختي صابي بيدك. هانت صافي مي تلقاو الهادي صغير كان اخذو بزايد. يلا عاود جبدي لي مطيشه راها في الثلاجه. جبدي لي عاود شي جوج جوج مطيشه كبار. ماما لا وليش ما بقيتي تصايبي لينا الكبته بالبيض؟ هاي انت دابا نقليكم البيض. لا 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 وحده نقليكم البيض. البيض حتى الفطور. المهم نتوما خصكم ضروري تقولوا شي حاجه باش هي هذيك تخرجوها من الجنب. شي نهار كنكون داك الكفته بالبيض تقول علاش ما درتيهاش مشويه في الفران؟ ماشي انا مرو هادشي بيبكيني اهلا نضيع وينك وباش غنخدم ما عرفتش ديري البيضرات واخا صغيره حاره مرحبا يا مع البصله وحل عيني صافي هادو ما كنقيهمش هادو كنقطعهم هكا دوار ورا في الشده ديالهم بالقشره ديالهم صافي من بعد ما قطعناه غادي نديرو شويش ديال المليحه كاللي بغى يزيد يزيد شويه ديال الكمون مروه نوضي لها على التخوتينات ديالها شويه ديال الابزار ها هي البنات عشاتي وجدات المهم درتها البنات كيف ما كتشوفوا غير سوسيس وكفيته مع بصله ومطيشه هذه الشلاضه بقات لي من البارح صافي ودرنا هذا اتاي كاين اللي بغى اتاي كاين اللي بغى عصير دونك اش نقول لكم الاذواق تختلف المهم حنايا خدينا اتاي انا صغير ياخذ العصير عصير ديال الحامض والفريز وبصحتكم وراحتكم نتوما عشي العشاء ديالكم شنو عايش ماما عطيني كوكونات نوري العصير كوكوبنات زعما نوريكم العصير نوريكم عصير ها هو العصير ماما كوكونات عطيني شتي عصير حامض والفريز حامض والفريز كيجي البنات واعر ماما لا انتوما البنات والله ما مشيت زولت حوايج مازال بحوايجي راه جيب راسك يقول لي وسيري زولي حوايجك وسيري بدلي حوايجك قلت له واخا وبلاتي غنمشي صورت بهم وطيبت بهم وكيت بهم ومازال انا معكم بهم باش هي ديك غنمشي انا ديجا راني البنات ناعسين يعني دابا غتسمعوا السهات راهم ناعسين اريج حتى هي نعسات
صافي بقيت غير انا وانس اللي رحنا فايقين، وقلت له مازال ما ستيتش البنات لا فيديو، اصلا مازال ما كملتش معاكم الهضره. عادي هذيك نمشي في مره نديماكيي نتوضا ونبدل وداكشي كامل ندير لا روتين ديالي. مهم غزالات ديالي، شو بغيت نقول لكم بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على الحويجات ديالي وكيف ما زولتهم كيف ما لحتهم ما جمعتهمش، اللي غيسولوني منين خديتهم، نقول لكم انا خديتهم واحد السيت سميتو ماروكان شيك، خديتهم من باج انستغرام. باش قلت لكم الاثمنه كتكون شويه طالعه في باج انستغرام، هادو لا هادو دارت عليهم وتساريت لقيتهم كيديروا تقريبا كاملين نفس الثمن. داكشي باش كنت خديتهم وعجبوني وكنت لبستهم سورتو في رمضان لبستهم. غير انا ماشي دائما ملي كان نلبس شي حاجه ولا كنكون خارجه ولا شي حاجه دائما كنصور لكم ها انا فين مشيت، ها انا فاش جيت، ها انا شنو لابسه، ها انا بعتي ما في رمضان كندير لكم هنايا الروتين، وكنت كنوجد معكم شي واتكون كنت كندير معكم بزاف ديال الحاجات، ولكن كنشد لكم لا فيديو. وملي كنمشي للخدمه راه ما كنكمل لكمش التصوير بانني انا غدا الخدمه، ماشي كل نهار غنجي عندكم ونقول لكم انا غدا الخدمه وانا غدا الخدمه وانا غدا الخدمه، راه ما يمكنش. يعني انا فاش كنحبس كنقول لكم بالسلامه عليكم، راه اما كنكون ديجا صبقت الخدمه في الصباح وديجا ضروري عندي المشيه بالعشيه، ضروري خصني نمشي للخدمه في العشيه. وحنايا كنا كنخدموا راكم عارفين في رمضان كنا كنخدموا النهار وبالليل، يعني بلي انا ما كنتش كنتشارك معكم حتى شي حاجه حد المغرب، وكنحبس لان عاوتاني كتبدا عندي خدمه واحده اخرى وما يمكنليش اي حاجه نصورها معاكم. داكشي علاش ما شفتوهمش، يعني عاد شفتوهم دابا مؤخرا، وهذيك اصلا هاد الاورانج اصلا مازال ما لبستهاش، وهاد الحمراء اللي فيها الحمر والكحل ديجا ما عمركم ما شفتوني بها، وانا ديجا راني لابساها. المهم كي قلت لكم بزاف اللي بغيتو تاخذوهم ما فيها باس، انا نقول لكم ملي خديتهم كي قلت لكم من عند واحد لاباج انستغرام اللي سميتها ماروكان شيك، ما عندهم منين تقضيت. دونك دخلوا عندهم، راه ما عندهم شي حاجه سميتها الشطاره ولا عندهم بريفيكس، يعني بحال داخله شي ماغازان مكتوبه الثمن على داك لارتيكل، عجبتك ولا ما عجبتكش، بغيتيها ولا ما بغيتيهاش، المهم هزيها ولا حطيها، ما عندكش لا تشطري لا حتى شي حاجه. يعني ما تدخليها تشوفي الثمن ديالها اصلا كتشري، ماشي يعني هي بحال كتشري، ماشي غتدخلي وعلى تهضري مع مولات السيت ولا لا، كتشوفي غير لي زارتيكل قدامك وانتي راك اما كتديري شو سميتو ديريهم في البانيي وتاكدي الطلب ديالك وتدخلي المعلومات ديالك باش يصيفطوها لك بيمون على ليفريزون، ما كتخلصيش قبل ما توصلك الحاجه، حتى كتاخدي وحتى كيعيطوا لك كيكونفيرميو معاك لا كوموند ديالك عبر التليفون، وتقولي لهم تكوني متاكده انك غادي تشري، كتقولي لهم اه، وكياكدوا لك العنوان وكياكدوا لك اي حاجه ديالك، كيقولوا لك ليفر رايت وصل، يوصل لك المنتوج ديالك مثلا من هنا لواحد اليومين ولا ثلاث ايام، وكتاكدي الطلب ديالك معاهم كتكونفيرمي، كيقولوا لك الله يعاون الله يعاون، كتغيبي واحد اليومين ثلاث ايام كيعيط لك ليفر في النمره ديالك وفين ما كنتي كيجيبها لك ليفر، مي كيجيب لك انا شحال مختار كنكون في السونتر كيجيبها لي في السونتر، ليفر مي كيجيب لك الحاجه ديالك، من حقك انك انتينا تحلي هذيك الحاجه وتقيصي هذيك الحاجه، غير ما تقطعيها ما توسخيها ما حتى حاجه، تحليها وتقلبيها وتقيصيها، عجباتك عجبك الكاليتي عجبك اللون، المهم عجباتك كتخرجي عند الاخر كتخلصيه، ما عجباتكش كتولي ترديها كيف ما هي وكتحطيها في بليصه وترجعي ليفرير ديالو تقول له هاك اخويا ما بقيتش باغاه لان ما عجبتنيش ولا جاتني صغيره ولا 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 ولا، غير انت من الاحسن انك على هذه القضيه ديال الصغر وداكشي حاولي انك تعرفي بالضبط شحال كتلبسي وكوموندي النمره ديالك باش كلشي يجي قدك. انا هذه واخا الصراحه جاتني شويه كبيره خليتها لان عجبتني وما مضروراش، وكيف ما قلت لكم انا ديجا انا براسي راني ضعافيت، يعني وكنت بقيت بستة كيلو ديال اختي اللي طاحت لي وكان راه كان راه جات لقدي، ولكن والله ما ندمانه بشويه، يعني دابا ترجع لان ماشي مازال حوايجي كيجيو قدي. ايوا المهم هادشي اللي كاين، انا دابا قلت لكم ليه حيت كنتو بزاف اللي سولتوني وانا كنت ما يمكنليش نجاوب كلشي، راه اللي دخل عندي الانستغرام راني جاوبته وصيفطت له، ماشي جاوبته غير قلت له منين بالعكس قبضتها هزيتها كوبي كولي وصيفطت له لاباج هكا كيف ما هي،
ولكن يوتيوب يمكنليش اي وحده نبقى نقولها منينها راه عرفتي شحال من وحده سولاتني، وراه اكيد راكم شفتوا شحال من وحده. صافي هي هادي، قلت من الاحسن اني تخصص الفيديو وقيته ونصور هادشي ويشوفوه بعينيهم ونقول لهم المعلومات الكافيه على هادشي. صافي هادشي ما كاين الغزالات ديالي. هنا البنات وصلت للتالي ديال لا فيديو، نتمنى لا فيديو ديال اليوم تقبلوا عليها. ديجا والله الا النهار كله انا في الخدمه، منين صبح الصباح نط يلا راكم عارفين نقاد داكشي اللي خاصني نقادو في الدار، ودرت البنات غير البيتزا والله الا باش يتغداو، وخرج في الوقيته ديال الغدا ما جيت حتى تقريبا شي 8 وشي حاجه. راهي هذيك فاش بديت لكم التصوير دخلت نيشان للكوزينه باش عاوتاني نوجد العشاء. المهم راكم عارفين من هذه لهذه، والله الا خليتهم بزالي في الخدمه. دابا قبل ما نصوري هذا المقطع عيطوا لي حيت اليوم تعطلوا في الخدمه. تبارك الله ما شاء الله كانت الخدمه، وراكم عارفين اليوم وغدا اخر نهار ديال البرومو ديال البروتين، دايره لكم غدا ملي غتشوفوا نتوما هاد لا فيديو ديال الحد. وهي هذيك واليوم كان الدرك، وديجا راكم السبت كتعرفوه الحمد لله حنا على طول سيمانه، ولكن المهم السبت دائما كيكون زايد. ايوا صافي هي هذيك، وقلت لكم يلا عاد عيطوا لي، قالوا لي حنا يلا غادي نخرجوا دابا، اخر كليانه خرجت قالوا لي يلا غنخرجوا دابا. صافي قلت لهم ستو راه ما غاديش زعما ما غاديش نولي عاود نرجع. صافي هادشي ما كاين، كي قلت لكم هادشي كله جبتو لكم، قلت لكم النهار كله وانا في الخدمه، وجيت غير باش نوجد الماكله وداكشي ونولي نرجع عندهم ساعه. صافي ما بقيتش كندير باش نولي نعاود نرجع. ايوا صافي هذا ما كان النهار كله فين مشى لي غير في الخدمه، وهذا ما بقيتش كندير لا ندير لكم لا روتين لا حتى شي حاجه الصراحه. مع داكشي كيدي الوقت، ماشي كي بحال ماشي كي بحال كتنوضي كتفتفي كتزربي، ماشي هي حاجه كتعطيها حقها. ايوا المهم غزالات ديالي ما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم. بيزو كبيره ليكم، نقول لكم تهلاو حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي لكتب الله. باي باي.